القضية الأخرى بإذن الله قبل أن نتكلم عنها، عندنا ضيوف راح يكونون منورينا وراح نتكلم أكثر عن قضية البصمة الوراثية. ضيفنا الأول هو الدكتور بدر خالد الخليفة، رئيس مجلس الأمناء وأستاذ مشارك القانون الجنائي في كلية القانون الكويتية العالمية، حاصل على بكالوريوس علوم من جامعة القاهرة عام 1976، حصل على شهادة الدكتوراه عام 1989 في علم الوراثة الجنائية البصمة الوراثية وتطبيقاتها للاستعراف من جامعة ستراثكلايد غلاسكو بالمملكة المتحدة، استاذ مشارك بكلية القانون الكويتية العالمية قسم الجزاء مادة التحقيق الجنائي الفني والعملي، يشغل منصب رئيس مجلس الأمناء لدى كلية القانون الكويتية العالمية، الرئيس التنفيذي لمركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية. هذا كأول ضيف بإذن الله راح يكون معنا الدكتور. أما ضيفنا الآخر هو الأستاذ المحامي عادل عبد الهادي، درس القانون في جامعة الكويت وتخرج عام 1993، محامي مقيد أمام محكمة التمييز والدستورية، يولي اهتماما خاصا في قضايا حقوق الإنسان والحريات الشخصية، ومن أبرز القضايا التي عمل بها وكسبها قضية الطعن بعدم دستورية قانون التجمعات العامة، وقضية المطالبة بإغلاق بورصة الكويت، قضية الطعن بعدم دستورية مرسوم الضرورة الخاص بإنشاء اللجنة العليا للانتخابات، قضية الطعن بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وهو مقدم الطعن بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية. بعد الفاصل. رجعنا معكم مشاهدينا الكرام نستكمل حلقتنا، ولكن في موضوعنا الآخر نكهة خاصة. مثل ما قلت في بداية حديثي، موضوعنا لليوم يعتبر مفترق طرق في دولة الكويت بين مؤيد وبين معارض، وبإذن الله من خلال ضيوفي نتمنى بأن تكون تصل الصورة اليوم لكم أنتم مشاهدين الكرام ولأصحاب القرار من مقترحات راح ينوروني فيها بإذن الله الغالين الموجودين معي. أبلش مع الأستاذ الدكتور بدر خالد الخليفة، أستاذ مشارك مادة الأدلة الجنائية، مدير إدارة المختبرات الجنائية سابقا، خبير بصمة وراثية، دكتوراه في بريطانيا. الله يعطيك الصحة والعافية، مساك الله بالخير دكتور وحياك الله. مساك الله بالنور ويا هلا يا مرحبا وشكرا على الدعوة، وإن شاء الله نوفق في توصيل المعلومة اللي يحتاجها المشاهد. بين الملف اليوم راح نوصل إن شاء الله. الله يحفظك. بالإضافة معي أحد الأشخاص البارزين بسم الله ما شاء الله ومشاكس، هو أستاذ ومحاوي محامي الله يعطي الصحة والعافية الأستاذ عادل عبد الهادي، مساك الله بالخير. يا هلا فيك الله يسلمك. مشاكس قالوا لي الله يعطيك الصحة، خلي الناس تقول اللي تقوله. الله يعطيك الصحة والعافية، منورينا وبإذن الله راح نحط الناس بالصورة أكثر من خلال هذا التقرير، ومن بعده نستكمل معاكم البصمة الوراثية. البصمة الوراثية هي إحدى وسائل التعرف على الشخص عن طريق مقارنة مقاطع من الحمض النووي، كما تعتبر أهم تقدم للبشرية ضمن مجال البحث الجنائي من أجل محاربة الجريمة، ويحتاج المحققون لتحديدها إلى العثور على دليل بشري في مكان الجريمة، وهذا ما دفع مجلس الأمة إلى إقرار قانون البصمة الوراثية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يونيو من العام الحالي، ويلزم كل الموجودين على أرض الكويت من مواطنين ومقيمين وزائرين بإجراء فحص الحمض النووي DNA لحفظها في قاعدة بيانات لدى وزارة الداخلية، وهذا القانون سيسهم في تسهيل إجراءات جمع الاستدلالات للكشف عن الجرائم بشكل عام على البصمة الوراثية وسرعة التعرف على أصحاب الجثة المجهولة وأي حالات أخرى، وينص قانون جمع البصمات الوراثية على إنشاء قاعدة بيانات بوزارة الداخلية وحفظ البصمات الناتجة عن العينات الحيوية التي تتضمن الحمض النووي. وتعرض القانون لعدد من الانتقادات بسبب سرعة إقراره خلال فترة زمنية قصيرة لم تسمح بالدراسة الكافية له، واعتبره مراقبون ردة فعل على العمل الإرهابي تمس في الوقت نفسه الخصوصية والروابط الأسرية من دون توجيه تهم لهم أو وجود جريمة. رجعنا معكم مشاهدينا الكرام مع ضيوفي بإذن الله. مثل ما قلت اليوم حلقة أعتبرها نارية، ومن خلالها نطلع بثمرة إيجابية تهم المجتمع الكويتي وكذلك المسؤولين. أبلش معك دكتور بدر وأتكلم عن مفهوم البصمة الوراثية. بسم الله الرحمن الرحيم. البصمة الوراثية هي بصمة جينية فردية
لكل شخص يكتسبها الشخص نتيجة أنه هو ابن لهذا الشخص من تزاوجه من هذه المرأة. فتعتبر بهذه الصفة صفة فردية للشخص، أقدر أستفيد منها بإني أعرف ما إذا كان هذا ابن لهذه الأسرة أو لا. هي قوية وأقوى من بصمات الأصابع بالتجربة، وأنا راح أشرح الفرق، لأنها تظل بالجسم وتظل إلى ما بعد الهيكل العظمي وتظل في الأسنان قبل التحلل. فإذا هي معلومات عن هذا الشخص، معلومات كثيرة في حياته ومماته، معلومات كثيرة جدا من مواصفاته أو صفاته من شعر الرأس إلى ظفر الرجل، ما احنا ما نقولها بالصورة العامية، تبين منه هو وليش هو بهذا الشكل، بالرغم من أنه إذا كان هو عنده أخوة أو أخت أو أخو من نفس الأم والأبو، فتجد الولد واحد منهم أطول من الثاني، واحد منهم أسمر من الثاني، واحد منهم مختلف، بالرغم من أن الأم والأبو واحدة. فإذا ليش هذا اكتسب هذه الصفات وليش اكتسب هذه الصفات بالرغم من الأم والأبو نفس الشخص؟ فإذا تتكلم على أداة علمية جينية لها قوتها، ولها قوتها الأمنية، قوتها الطبية، قوتها الجين الجنائية إذا أنا بحولها إلى 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 العلم الجنائي. أنا حقيقة لما طلبت من عندي مقابلة عن هذا الموضوع كنت متردد في موضوع إن شنو اللي يحتاج المشاهد. الفكرة مو فكرة بإني أنا راح أتكلم على موضوع القانون اللي موجود والبصمة الوراثية المشروع، لأن أيضا الأستاذ عادل راح يتكلم عن هذه الجزئية معي، بس أنا وجدت أن كثير من الأخوة في الدواوين والمجالس والوزارات اللي أزورها عنده لبس ما بين بصمة الأصابع والبصمة الوراثية. في ناس كثير مو فاهمين أن المشروع اللي جاي هو يخص بصمة وراثية، يعني يخص خصوصيتك، يعني يخص أنت منه، يخص أنت شنه صفاتك الوراثية من الأي لزي. بصمة الأصابع هي بصمة فردية، بصمة الأصابع هي عبارة عن تركيبات بروتينية داخل الجسم تتكون لها خطوط على الأصابع، هذه الخطوط عبارة عن أشكال نحددها إحنا كخبراء إذا كانت تشبه، إذا كانت خطوطك من ناحية الاتجاه ونقاط التلاقي ومثال مثل هذا كذلك. ولما جاء قانون البصمات الأصابع بالكويت، والغريب أني أنا وجدت أن قانون البصمة الوراثية شمل الجميع، بالرغم أن بصمات الأصابع شمل بس اللي من عمره 18 سنة وفوق. طيب. فإذا إحنا نتكلم على موضوع مختلف جداً بمفهوم الناس، واللي لمست أنا بأن الناس مي فاهمة بأن اللي جايها في القانون الجديد أو التطبيق الجديد أعظم بكثير من 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 منه أنت وخصوصيتك. طيب. فهذا سبب من أسباب بإني أنا أيضاً وافقت، وعندي كلام ثاني وتجارب بإذن أخرى. الله راح نيها تباعاً في هذه الحلقة، لكن دعني أخذ النظرة القانونية كذلك من هذا القانون. ما رأيك بقانون البصمة الوراثية أستاذ عادل؟ يعني أنا وصفته أكثر من وصف ولاموني الناس عليها، إن هذا يعتبر تدخل سافر في خصوصية الناس، وصفته أنه ذو أثر اجتماعي سيء للغاية، وصفته بأن من قام ب يعني بإنشاء هذه الفكرة بأن صدر قانون يعني مش أخلاقي، وبالتالي كل هالصفات تنسجم مع الإجابات مالتي. هذا القانون يتدخل في خصوصيتي، هذا القانون قلب المفهوم الأصلي في الدستور الكويتي من مفهوم أن أنت بريء حتى تثبت إدانتك إلى أنك أنت مجرم حتى تثبت براءتك، يعني قلبها، خالف كل المواثيق الدولية، خالف الاتفاقيات اللي وقتها. يعني نناقش من هذا الجانب، يعني هم من وصل من خلال الشعب. صح. خلني أقول لك شيء على هذه الجزئية. تدري أن من الثلاث سنوات الماضية تقريبا أتكلم عني شخصيا وعن أداء مكتبنا، إحنا ألغينا لا يقل عن 6 قوانين بطلان. صحيح. وبالتالي يعني لا تقول ولا أقدر أقول أن كل القوانين اللي صدرها مجلس الأمة هي صحيحة. ما في قانون
صدر مجلس الأمة راعى في الكثير من الاعتبارات. يعني مثلا هذا القانون يمس كل فرد في المجتمع الكويتي، لا ومو بس الفرد المواطن، لا المواطن والمقيم والزائر، ما استعانوا بأحد المتخصصين الفنيين الدكاترة المتخصصين في علم الجينات علشان يوصلون حق هل هذا مساس في الخصوصية أو لا، هل استعانوا في خبراء دستوريين. أنا أتحدى الآن أكو 50 عضو صوتوا عليها بس خليون بس خلينا نشوف رأيهم. أنت الحين كمجلس أمة هذه الخلية بسم الله ما شاء الله موجود فيها المستشارين الناس المختصين أكيد مر من خلال اللجان مر على يا رجل الناس. يا رجل هذا القانون الأعضاء بألسنهم قالوا لي إياها إن أهم عرض عليهم يوم التصويت قالوا لهم تعالوا بهذا من كم مادة 11 مادة تعالوا صوتوا عليه صوت علشان ليش رفضوا اللي كلموك؟ لأن خذوا على حين غرة. أشوف دائما تقول عفوا هذا نائب يمثل الأمة إذا يأخذ عن حين غرة باشر شلون بيشرع لي قوانين ما أنت ما يا أستاذ الفاضل خلنا أقول لك شيء خلنا نقيس قياس بسيط. تفضل. اليوم عندنا جلسة مالت وهذا بعيد عن الموضوع، جلسة مالت زيادة البنزين. اي نعم. وينها؟ شوف هذا أقل شيء يعني بسيط في اهتمامات الناس، صار لهم الحين شهر يلمون تواقيعهم علشان يعقدون جلسة لن بس تعقد. بس البنزين في معوقات يعني ما في بعض المعوقات. لا ما فيها كلها تواقيع. أنا لو كنت مكانهم مجلس الوزراء أنا لو كنت مكان أعضاء مجلس الأمة على هذا اللي صار وبهذا انحراف عن موضوعنا راح أقول لك إياها، لألميت 50 استقالة 50 توقيع لاستقالتهم يتوكلوا على الله، لأن اللي صار هذا الآن يكشف لي مدى ضعف الأداء الدستوري والبرلماني من خلال أعضاء مجلس الأمة وضعف يعني الأداء الحكومي في مثلها. لكن خلينا نرجع حق موضوعنا الحقيقي. موضوعنا صوتوا عليه في أقل من ساعات. هل يجوز أن قانون بهذه الضخامة أثار المجتمع الدولي؟ يا أخي اقرأ إيش قاعدين قال عن الكويت والمجتمع الدولي، اقرأ افتح بس اكتب DNA كويت شوف إيش قاعد يقولون المجتمع العالمي عنه، شوف المنظمات حقوق الإنسان إيش قاعد تقول عن الكويت. هل هذولاك الناس ما تفتهم اللي هم صدروا القانون وإحنا اللي نفتهم؟ لا إحنا نفتهم ويمكن نفتهم أحسن منهم بس ما راحوا للمختصين علشان يعني انت مع القانون اذا كان القانون في جانب اختصاصي اكثر وتطبيقه بالشكل الصحيح. لا 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 مو صحيح، انا ضد هذا القانون لان هذا القانون ابدا ابدا لان ما في دوله بالعالم. شوف احداث 11 سبتمبر امريكا اعجزت انها توصل لانها تلم عينه بيانات. اتكلم عن فرنسا تو الحين في موضوع مال التفجير اللي صار في نيس، معجزوا انهم يسوون هذا الموضوع. كل اللي قدروا عليه بعض الولايات يمكن قدرت، هذا انا يعني اتكلم لك من حقيقه مو قاعد اتكلم لك من خيال علشان اسوق اني انا رافض هذا الموضوع. لا كل الاجتماعات هذه اللي صارت تدري انهم ما قدروا. اقول لك كلمه شهيره، تدري ان كاميرون اللي هو مال بريطانيا هو صاحب الكلمه الشهيره اذا توافق، شوف اذا تعرض الامن القومي البريطاني للخطر فأنا ما عندي مانع أني أنتهك حقوق الإنسان. شوف لهالدرجة وصلها لما صارت التفجيرات، مع هذا عرض عليه موضوع DNA ما قدر يقرره. طيب خطر. طيب دكتور أعتقد كلام الأستاذ عادل يضع بعض النقاط أو عفوا علامات الاستفهام حسب وجهة نظره وتحترم، لا وجهة نظر تحترم ولك أيضا أنت وجهة نظر تحترم وكذلك مشاهدنا الكريم. رأيك بكلام الأستاذ عادل؟ شوف أنا من منطلق القانون اللي صدر ومنطلق كلام عادل راح أقول لك جزئية بسيطة جدا وأدخل في موضوع تجارب سابقة بالكويت، وكنت أتمنى بأن هذا القانون يأخذ مأخذ هذه الخطوات السابقة. أعتقد هو كانت خطوات سابقة في قضية البدون، في بدونة البدون وقضية الأسرة وراح أشرحها. المادة رقم واحد في القانون اسمع يقول لك البصمة الوراثية هي خريطة الجينات البيولوجية الموروثة. إذا مو لك أنت، موروثة يعني أنت وطراف أخرى. صحيح. هذه مهمة جدا وأنت كاتبها بالقانون. والتي تدل على شخصية الفرد وتميزه من غيره. وبعدين قال لك العينة الحيوية من هي؟ هي الجزء الذي يؤخذ من الجسم البشري، جسم بشري تأخذ مني أو إفرازاته الحيوية بهدف إجراء المقارنة لتحديد الشخصية. فإذا أنت قاعد اليوم في مادة واحدة رقم واحد في جزئيتين منها
قاعد تقول بإني راح أخذ منك عينة وعينتك هذه موروثة وراح أخذها من أي جزء من جسمك ومن إفرازاته وبسوي منها قاعدة بيانات للكل. ليش قاعدة بيانات للكل؟ أي قاعدة بيانات في العالم تحتاج إلى تحديد هدف. أنا بسوي قاعدة بيانات للهدف الفلاني بس، وعلى حسها أنت سوي الكل. أنا بعطيك مثال أو مثالين وبعدين الناس علشان تفهم بإني أنا مو بس جاي أقول ليش وأسكت، لا. لما كنت أنا بوزارة الداخلية ومدير إدارة المختبرات الجنائية كنت من أحد مسؤولياتي مركز الاستعراف بالديني ويت موضوع الأسرة، وكان قبل لا يعني قبل 2003 وقبل 2001 وقبل في التسعينات أول ما بدينا كنا نتكلم نقول بأن الأسرة الآن عددهم كانوا مسجل وقتها 604 ونقول هذول 604 لهم أساء لهم أهالي اللي أمه وأبوه وإخوانه وخواته اللي أنا أستفيد منهم بالاستعراف عليه بالدياني. هذا الفرق ما بين البصمة الوراثية. البصمة الأصابع مسجلة باسمك بس البصمة الوراثية مو شرط مسجلة باسمك لكن أعرفها من خلال أهلك إذا أنت مجهول. فيينا طرحنا موضوع الأهالي الأسرة قاعدين يتوفون ما ندري متى بيرجعون، يرجعون أحياء يرجعون أموات يرجعون بعقولهم يرجعون أكبر يرجعون مشوهين ما ندري. فليش ما نبتدي نعمل قاعدة بيانات لأهالي الأسرة تحسبا لو لقينا أسرة نعرف نطابقهم بالأهل. ممتاز. كان يقولون وإذا وصلت عملية الهيكل العظمي قلت حتى لو وصلت لا نلقى إلا سنة راح نستفيد من البصمة الوراثية. فبدأنا نكون قاعدة بيانات وجمعنا عينات دم أيامها من أهالي الأسرة وسوينا لهم تصنيف جيني وحافظناهم في سيستم، والسيستم هذا كان سيستم إحصائي جيني وخلينا عندنا. يعني هذا كان موجود وين ليش ما رحنا يتنا أخبارية بأن هناك مقابر جماعية في السماوة. فرحنا على مرحلتين إحنا دفعات وكنا بكثرة ومع معداتنا وحفرنا إلى 3 متر تحت ويبنى 147 رفات يعني عظام هياكل عظمية. ناخذ العظم هذا ونحلله ونطلع منه البروفايل ونطلع منه التصنيف وندخله بالقاعدة يلف 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 ويطلع يقول هذا ابن هذه الأسرة. نرجع نتأكد بعدين بأن فعلا هذا يتطابق مع هذا. فإذا أنا أنشأت قاعدة أسرة ولا قالوا لا، لأن الواضح الهدف بإني أنا أبي أتعرف على الهيكل العظمي من خلال أهله. موضوع البدون لما يينا قانون الكويتي في التجنيس يعتبر أن المجنس من خلال الأب بيولوجيا معناها بأن أكو فرق ما بين الابن الشرعي والابن البيولوجي. الابن الشرعي بأني أنا أي أعترف بأن أقول هذا ابني، لكن مو شرط أن الحكومة تعترف فيه بأن ابنك، لازم تسوي إجراءاتها علشان تقول أن هذا ابنك. صح. فإذا لما يثبت بأن ابنك بيولوجي لك لا الحق يأخذ الجنسية. فطرحت علينا المشكلة وقالوا تعالوا، وأنا قاعد أقول طرحت علينا المشكلة لأن إحنا أهل اختصاص. طرحت المشكلة هذا السابق الحين ما في طرح. طرحت علينا المشكلة قالوا تعالوا عندنا هذه المشكلة شنو الحل؟ هل البصمة الوراثية تخدم؟ شوف السؤال. قلنا نعم تخدم في حالة واحدة، بأنك أنت تجيب لي الشخص اللي يبي يتجنس إذا كان يبي ينتمي لهذه العائلة، أو الشخص اللي يدعي بأن هذول عياله لكن لأي سبب من الأسباب ما سجلهم ونسوي له بصمة وراثية. فصدر قرار أو قانون من مجلس الأمة بما فيه تكلفة التحليل، وبدأنا نشتغل على البدون وكل واحد عنده قضيته. لأني أنا مار أنا هو اللي جايني، أنا دولة وما كانت على الدولة، كانت هي رسوم أعتقد لون هم كانوا يدفعون جيبهم. وبعدين في فرق، أنا كدولة قاعد أقول لك حق تعال أخذه، أكو فرق لك حق تعال أخذه. فأنت قاعد تجيني وأنا قاعد أسوي الإجراء، ما تدخلت في خصوصيتك لأنك أنت جاي تطلب مني تجنيس اختياري وأنت جاي أيضا تبي من عندي جنسية كويتية، وهذا من حقي كدولة، أنا هذا حق سيادي أعطيك إياه ولا ما أعطيك إياه. فأنا بدأت أشتغل في البصمة الوراثية، ما كان عليها أي اعتراض ولا أحد قال إيش معنى، ولا اعترضوا فيها الدول الثانية وقالوا ليش. زين، ممكن هني أستاذ، ممكن التصريحات اللي أصبحت رائجة بالفترة الأخيرة حركت الناس وشعلت الموضوع أكثر، هل أنت تتفق معي في هذا الجانب؟ التصريحات اللي بعض الأشخاص المعنيين في هذا الجانب. لا شوف، خليني أقول لك شيء، يعني أنا يمكن ما أشكك بأن نوايا الكثير من حتى اللي يميلون لتطبيق القانون ما أعتقد أن عندهم نوايا لتدمير البلد.
إنما قلة دبرة. يعني هذا جانب. جانب الثاني ما أعتقد اللي عنده النية بتطبيق هذا القانون يعني سيء النية، مو شرط يكون إنه سيء النية، قد يكون حسن النية وده يخدم البلد ويحاربها من الإرهاب، يطلعها من الجو الإجرام اللي هي فيه، يحافظ على أمنه، ما في مشكلة. بس المشكلة الوسيلة اللي استخدموها هي اعتداء صارخ على الخصوصية. الاعتداء الصارخ على الخصوصية هو اللي احنا نعترض عليه. بس الناس قلب المفاهيم خلنا اقول لك شيء، بس خلنا اوضح لك المعلومة. الناس تلخبطت، قالت البصمة الوراثية الان هم يبوا يستخدمونها للجريمة والى ذلك، يعني شيء جنائي. لكن الناس شنو قالت في الجانب الاخر؟ قال لك هي الان قاعد تصير تحديد نسب. لا بس خلنا اقول لك شيء، الحين بوصل لك حق النقطة هذه. احنا الان يمكن قال لك الدكتور واضح انه مش عارفين احنا وين الهدف اللي خذينا من خلاله هذا القانون. فهمني شنو يعني، اكو رجل من الداخليه طلع لنا او من الحكومه او من الاعضاء اللي صوتوا ويبتوا هني وقال لك احنا هدفنا ارهاب مثلا؟ خلينا نعرف اذا ارهاب، فانا اقول لك كلامهم مو صحيح، لان الارهاب ما تقدر تقاومه لانه مساله فكر، وتقدر حتى بعد ما تاخذ العينه مني اروح انا وافجر، تقدر أنت تمنعني؟ هي مسألة فكر يعني، ما تقدر، إنما أنت راح تتلحق على الآثار. هل هي مسألة الجنسية وأنت خايف على التجنيس؟ فأنا أقول كم مو صحيح، لأن كل مسؤولين الدولة قالوا إن إحنا ملفات التجنيس اللي فيها تزوير نعرفها، حيلهم، إنما ليش تجبرنا إحنا؟ ليش تجبر المواطن والمقيم والزائر على أنك تجبر إجبار؟ هي المسألة ترى قال لك إياها الدكتور توا، قال بالنسبة للأسرة والبدون هي اختياري، ولذلك الحين انت تبي تسوي البصمه الوراثيه لك انت شخصي، روح، ما حد قاضبك، احد قال لك لا تروح، روح ادفع فلوس وسوها او روح ببلاش كيفك انت، ما حد اجبرك، لان مساله فيها خصوصيه لك وانت تبي تهدر خصوصيتك، تبي تاخذها، تبي تحطها مخباتك، تبي تتصرف، لك الحريه. انما الاجبار هذه ما صارت في العالم اجبار. حتى المتهم في امريكا في بعض الولايات لما ايون يقولوا له راح نخضعك للدي ان اي، يقولوا له وقع اغرار مثل اغرار، اذا رفض ما يخضعونه للدي ان اي مع انه مجرم. وبعض الولايات تاخذ العينه الدي ان اي تحتفظ فيها اذا انت حصلت على يعني حكم نهائي بالادانه، وبعد ذلك المحكمه الفدراليه في امريكا وفي فرنسا قررت في مثل هذه الحالات بعد 5 سنوات تعطل هذه وتعدم العينات. مثلا في بريطانيا عندهم 5 ملايين عينة دي ان اي ما زالوا محتفظين فيها لمجرمين، انما مو للشارع كله. هني المشكلة، المشكلة انه اما تقول لي اليوم احنا راينا ضد هذا القانون وعندنا مبرراتنا، مخالف لنص المادة 31 و30 و38 اللي هي ما يجوز تفتيشي، ما يجوز تفتيش المسكن، ما يجوز تفتيش السيارة، صدرت فيها احكام نهائية من المحكمة الدستورية. أما الطرف الآخر اللي هو يمثل رأي المدافع عن القانون، شو تقول؟ أهي جنسية وهذا؟ يا أخي خلنا نرتقي بالطرح، شنو هي الجنسية؟ هي خايفين إحنا من المزورين اللي مولد أبوها، اقرأ بالتويتر شوف هذه هي التعليق، اللي مولد أبوها هذا، يعني كلام مراقي، هذه من قلة وعي يعني، يعني قلة وعي، عدم إدراك، عدم يعني كافي بس عاد، خلي يشوفون إن إحنا جايين نحرص على إن نوعيهم أكثر. ولذلك الدكتور بدر أسهب الآن وبين لنا أن البصمة هذه تختلف عن البصمة الجينية، بين لنا أن المسائل اختيارية مش إجبارية، بين لنا كثير من الأمور أهي اللي كان يفترض أن الداخلية والحكومة والمجلس يستعنون فيها. أرجع لك دكتور على حسب نفس النقطة اللي وقفنا عندها أنا والأستاذ عادل، ألا وهي أن الناس أصبح عندها لغط بالموضوع، أن مثل ما قلت لك هي للجريمة، ولكن الناس خايفين من الجناسي مثل ما ذكر بعض الناس، أصبحت بالردود وقاحة، محشوم السامع وكل من يتابعنا، وقاحة أيضا في التعليقات السيئة اللي قاعد تصير في تويتر وعالم السوشيال ميديا بمعنى أصح. أنا مرة ثانية أقول إن الهدف من قاعدة البيانات الوطنية، لأن في 3 أنواع من القواعد في العالم، قاعدة بيانات وطنية، قاعدة بيانات أمنية، وقاعدة بيانات إحصائية. اللي يتكلمون عنها هم هذه يسمونها الوطنية، وللعلم ترى ما حد ولا بلد في العالم في الكرة الأرضية سواها إلى اليوم. الدول الأخرى اتجهت للأمنية، واتجهت لشغلتين، أمنية ضد الإجرام، وأمنية ضد أن أفراد مهمين أو أفراد
أحب أتعرف عليهم، فبدال لا أذي أهلهم أحتفظ أنا بعيناتهم. فالمفروض برأيي الشخصي إذا كان الهدف أني أنا أنشأ هذه القاعدة البيانات جنائي، يعني على كلام اللي احنا سمعناه بالإعلام بأنها ما لها علاقة بالشجرة العائلة والأنساب على كلامهم، إذن ليش كل الناس، ليش كل البلد بتينا كارثة لا سمح الله، وذيتنا كارثة أنا شو استفيد من العينات اللي موجودة؟ ليش كل الناس؟ ليش ما أبتدي بشرايح وأحس إن الشرايح هذه مهمة جدا؟ وأنا قلت هذا الكلام من قبل، الشرايح اللي أبتدي فيها ويمكن هم أبتدوا في جزء منها. تأكيدا على كلامك، بس على أساس تكون نقطة واضحة لك، في تصريح للشيخ مازن الجراح يقول معارضة تطبيق القانون قد لا تكون لها أسباب متعلقة بالشريعة أو بالعادات أو التقاليد فقط، لكنها تتصل بالخوف من كشف مزدوجي الجنسية الذين يخشون أن تسحب منهم الجنسية الكويتية مع الكشف عن حقيقتهم فيخسرون الكثير من الامتيازات، واللي فوق رأسه بطحة يحسس على حسب أنا كلام أنا شيخ مازن. أنا يعني تأكيد على كلامك، كل واحد لا تصريحه، وكل واحد لا 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 أحترم أي تصريح ينقال على حسب قناعة الأشخاص. اللي أنا أقصده بأن إذا كنت أنت تقصد أنك تنشأ هذه القاعدة جنائية، فالجنائية لها خطوط، مو هذه الخطوط اللي أنت، مو هذا القانون الجنائية، مو هذه القانون الجنائية معناها أنا أي أقول عندي متهمين، يعني خلينا نقول عندي مجرمين. لحظة خلينا نكمل، يعني هي مو على موضوع جنائي، هي موضوع على الجنسية. لا أنا اللي أسمعه من الرأي، لا اللي أسمع أنا راح أرد على الجنسية. أنا قاعد أقول لك اللي سمعته أنا بأن هي جنائي، إذا جنائي وأنا خايف أبي أتعرف على الناس في الكوارث، فإذا خلينا نبتدي على الأقل بالأهم، بعدين نروح للمهم، عدل ولا مو عدل. الأهم اللي محكومين وقائمين بجرائم قتل، جيش، شرطة، حرس وطني، مطافي، خطوط، وزراء، أعضاء مجلس أمة، سفراء، ناس مهمين من الأسر، إذا أحب هذول أسوي لهم قاعدة بيانات، لأن هذول معرضين لاختطاف، معرضين لجرائم، لخطط. إنما أي أنا أسوي الخطة هذه إذا كنت بتستخدمها للتجنيس وللتزوير التجنيس أو لأي شيء، أقل شيء في أي دراسة في العالم تحتاج إلى نظام إحصائي. أنت سويت دراسات، جيت قلت تعالي أنا عندي كم جنسية مشتبه بأنها تكون مزورة، وأي نوع من التزوير؟ ها أكو تزوير داكيمنت، إذا الدي إن إيه ما تخدمني فيه. أكو تزوير أب أضاف ياهل ويقول إن هذا ولدي. أكو أب أضاف ولد زوجته اللي تزوجها وعندها ياهل وستر عليه ويابه وسجله. أكو إضافة من داخل الفساد الإداري انضافت إلى الملفات، فإذا أنا عندي أكثر من نظام تزوير جنسية. هل أنا حددت هذه الأنواع وأشوف البصمة الوراثية هذه تخدم كل الأنواع، ولا أحتاج إلى أنظمة أخرى؟ أنا هذا رأيي. أنا مع أي نظام أمني، وأنا أقولها الآن، مع أي نظام أمني يخدم أمن هذا البلد. ثانيا إذا كنت أنا بحارب الإرهاب أو بسوي نظام الاستعراف، ليش بروحي؟ ليش ما أصير مع دول الخليج كلها؟ ليش ما أسوي مركز مشترك كلنا فيه، ونبتدي حنا نشتغل عليه كلنا، منها ندرس فيه الأبحاث، ندرس فيها، نعمل فيها. ليش بروحي؟ أنا اللي أقصده بأن ليش أنا أصدر قانون وأجبر الناس كلها بأنها تيجي وتأخذ، وأنا الهدف بالنسبة لي أنا ما عندي مانع. تقول لي تعال روح مركز الفلاني وعط عينة، أنا بطيعك، لأنك أنت قايل إذا ما جيت ترى سجنك وأخذ منك 10,000 دينار. أنا عندي 10,000 دينار ولا بسجل سنة، عرفت؟ فبروح، لكن أنا بروح حقه. لما طلبت مني أروح بصمات الأصابع رحت وبصمت. واليوم أنت بالرغم من أن بصمات الأصابع معفي شريحة من 18 ونازل، والشريحة هذه كل مدارس الكويت وكل الحدث من 18 ونازل، إذا هذول كلهم ما عندهم بصمات. يعني لو واحد فيهم راح باق ولا سوى ولا كذا وكذا مثلا لا سمح الله، هذا أنت ما راح تصيده إلا بعد ما تيك التحري، بيقول لك إنه هو إنه هو. طيب أنت ليش إذن أخذت الأصعب وشملته واللي دخلت في خصوصيتي وخليت الأجزاء؟ أنا مع أي نظام أمني يخدم البلد، لكن يا أخي قدمه صح، درسه صح. أحييك على نقطة أيضا دكتور، لكن بعد قليل بإذن الله. لكن قبل ما أسمع أيضا الأستاذ عادل حول تصريح الشيخ مازل الجراح في هذه النقطة بالتحديد، مثل ما قلنا هو موضوع جنائي، ولكن الآن من خلال هذا التصريح يأخذنا إلى جانب آخر ألا وهي الجنسية. قال شوف أنا الشيخ مازل تربطني في علاقة يعني شخصية، وأعتقد هو سريرته
يعني نظيفة، أنا أعرفها معرفة شخصية. ونعم فيه أبو حلا، لكن إحنا نتكلم عن تصريح. لكن أنا أتكلم عن تصريح أنا مختلف معه، وهو يدري إني أنا مختلف ويدري إني أنا مقدم هذا الطعن، وبالتالي يعلم تماماً إن المسألة بالنسبة لي مسألة مبدأ. يمكن حتى الدكتور أنا اختلف معه في جزئية إنه يقول إنه طبقوها على العسكر وعلى الجيش وعلى هذا. أنا أعتقد حتى هذول لما يطلعون في مهمة معروفة من الأشخاص اللي طلعوا، فبالتالي راح نعرفهم، ما نحتاج إن نأخذ بصمتهم الوراثية. فأنا أختلف على المبدأ ككل، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني بالنسبة للمزدوجين، في تصريح الشيخ مازن، الشيخ مازن قال إن المزدوجين شنو علاقتهم بالبصمة؟ يعني لما تأخذ بصمتنا كلنا، شو متعرف إن هذا عنده جنسية سعودية ولا أمريكية ولا شو متعرف؟ ما غير انك تجيب البيانات اللي بهناك عشان تقارن، فشنو علاقتها بالبصمه؟ هذا جانب. الجانب الثالث، احنا كل الحين تركيزنا، حتى تركيز السوشيال ميديا كلها على الجنسيه، صح؟ اذا بتاخذ انت البصمه الوراثيه من اللبناني، هو لبناني جاي يشتغل هنا، ايش تبي فيه؟ مصري ايش تبي فيه؟ انجليزي ايش تبي فيه؟ القاعده الامريكيه ايش تبي فيها؟ انت مو هدفنا الحين بس هاي، خذها بس من الكويتين عيل، معناته في عندك نقص بالمفهوم، نقص بالمفهوم اللي انت قاعد تسوقه للمشروع هذا. ما عندك انت معناته هدف واضح، مثل ما قلنا من البداية شنو هدفك؟ هدفك الجنسية، معناته اذا سلمنا ان كلامك صح يتطبقه بس على الكويتيين المزورين. ما انت تقول اني انا عندي قاعدة التزوير كلها تحت ديني، اي لحظة من اللحظات اقدر اطلع هذا. انا اقول لك اياها من الحين، اذا عندك ملفات المزورين ودهم المحكمة، ليش تاخذنا احنا بجريرتهم؟ ليش تخلينا احنا نقعد ندافع كلنا ندافع نفس الدفاع؟ مثل لما كنا في قناه ثانيه كان عندنا احد الاشخاص بتاع ارقام يعني، وقال لنا ما كان الحوار متكافئ، يعني يقول لنا ان الكويتيين قاعد يزيدون مثل الارانب، انا ايش علي منهم يزيدون مثل الارانب؟ وان شاء الله يزيدون ينشطرون انشطار. انا لي ان الدوله تحافظ على كياني وخصوصيتي، هذه مسؤوليتهم. اكو نصوص بالدستور، نصوص كثيره تحميني، انا تحميني من ان احد يعتدي علي، تحميني من احد يتجسس علي، تحميني من احد يدخل بيتي من غير اذن. يعني هل الاكرم ان تدخل بيتي وتشوف خواتي وتشوف حريمنا وتشوف هذا عندي اكرم، ولا انك تدخل على أمراضي ومستقبلي ودرايتي وتفكيري وذكائي؟ هذا اللي الدكتور أحسن مني يقوله ويفهم فيه أحسن مني، هذا الكلام اللي أنا أقوله، هذه خصوصيتي، ما أرضى أي أحد يقدرها. سيارتي أحكام محكمة التمييز كلها تقول أن السيارة ما يجوز أنك تفتشها، أي أكرم هالسيارة ولا هذا؟ يعني يا أخي احترم عقولنا، يعني ما يجوز لكم أنكم تطلعون قوانين هدفكم يمكن يكون سامي اللي هو الدفاع عن مصلحة الدولة والأمن، وإحنا معاكم. من قال إن إحنا ضد البصمة الوراثية؟ ترى لا أنا ولا الدكتور ضد البصمة، هذا علم، والعلم هذا إحنا معاه ونبصم له بالعشرة، لكن مو نبصم له بالبصمة الوراثية مالتنا، نبصم له بيدينا. في ناس مع القانون ولكن ضد تطبيقه بهذه الطريقة، هل أنتم تتفقون في هذا الجانب أم لا؟ لنا وجهة نظر، يعني أنا بس أسمع وجهة نظر. أنا يعني أنا وجهة نظر ضد القانون. أنا وجهة نظري كشخص مختص يقارن بين هذا القانون وبين الدستور نصوصه، هل هذا القانون يجب أن يخترق هذه النصوص ولا لا؟ أنا أشوفه مخترق هذه النصوص كاملة. دكتور وجهة نظرك في هذا؟ أنا بس في لي تعليق على الأستاذ عادل على موضوع أن الدفاع والجيش والشرطة، اللي هو في حالة لو حصل مثل ما تفضل فرقة راحت ولا سمح الله لا سمح الله احتجب تعرف عليهم لأي سبب من الأسباب، فالحالة هذه أنا راح أضطر أجيب أهاليهم واخذ منهم عينات واسوي للدراسه، لكن اذا كانت العينه مالتهم عندي محفوظه فاروح لهم مباشره من غير اذيه اهلهم، وهذه وسائل علميه. وهذه احد اللي انا اقصده ايضا، بان البصمه الوراثيه لها فوائد كثيره وفيها اسرار كثيره. انا شنو الضمان بانك انت راح تحفظ اسرارها الكثيره؟ انا ابي ضمان باني انا ما ابي باكر تكشف لي امور مستوره فيني. اليوم من أحد أسباب عدم موافقة الشعوب الأوروبية على موضوع أن يسوون، من أحد الأسباب ها، أن شركات التأمين راح تستفيد منها، ما راح تسوي لك تأمين صحي لأن تدري مستقبلاً أنت شنو المرض اللي بيك. فاليوم أنا شحقة أعطي ناس ما أدري منهم، وأنا اللي عرفها وأنا اللي عرفته الآن وأنا والله أعلم بأن اللي راح يسوي هذه الشغلة أكيد شركات أجنبية متعاقدين معها. طيب الشركات الأجنبية هذه راح تحتفظ بالعينات وين؟ عندي ولا بتوديها عندها تحللها وبعدين طرشها لي؟ القانون يجرم اللي يفشي الأسرار هني، اللي يفشي الأسرار هناك شو أسوي فيه؟
هذا الكم من المعلومات وين راح ينحفظ؟ هذه أمور إحنا ودنا نعرفها كمختصين علشان نوصلها للناس ونقول لهم نقول لهم اطمئنوا. دكتور أنا اللي ودي أعرفه يعني بسم الله ما شاء الله سيمي حافل في عالم البصمة الوراثية. أنا أول من أخذ دكتوراه في البصمة الوراثية. ما طرقوا لكم كأشخاص أصحاب اختصاص تعالوا يا جماعة ترى عندنا قانون قبل لا نطرحه وصر في لغط مثلا في الشارع الكويتي. أعتقد دكتور حتى الحين مع أن غروا القانون هم ما نادوك. شوف أنا بعطيك أنا بعطيك مثال. يعني مكان من الخطأ مكان. أنا أقول لك على شغلة يعني قانون مثل هذا تدري من هو الناس اللي مناط لهم بأنهم يعطوا الرأي فيه بصورة عامة مختص بصمة وراثية مثلي مثل حقوق إنسان مثل عادل دستوري قانوني قانون دولي شريعة وفقه عرفت هذول الناس أو هذه النوعية من الناس هي اللي المفروض تقول تعال وزارة الداخلية شنو الهدف اللي تبيه والله أبي كذا وكذا 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 فيغطي لي ويقول لك تفضل هذا القانون اللي يخدمك وذيك الساعة كلنا تلاقينا رايحين احنا تفاجئنا بقانون صدر يقول إذا ما تروح تعطي عينة يا ويلك ويبي يحطها وأنا ماني عارف ليش مرة ثانية وأقولها وأكرر احنا ما عندنا خلاف مع أي أحد من المسؤولين ولا عندنا خلاف مع أي أحد من اللي صرحون ولا عندنا شك في أمانتهم حقيقة ولا عندنا شك بأنهم يسعون لأمن البلد بس احنا ودنا نحط ايدنا بيده بشلون نوصل هذا المشروع بما يخدم امن البلد ويا ريتها تكون منظومه خليجيه ويا ريتها تكون منظومه عربيه بعد بيني وبينك انت تتوقع ان في القريب العاجل مثل ما قاعد تقول هذه الحلول تكون موجوده على ارض الواقع شنو هي اللي قلت ان تكون هناك منظومه خليجيه يا ريت انا اتمنى يا ريت هذه المنظومه تصير ويقعدون مع بعض يقولون تعال احنا كلنا مستهدفين خلينا نسويها ليش لا يعني احنا نتمنى بهذا الكلام طبعا وهدفها مكافحة الإرهاب دكتور حتى أمريكا وهذا ما سووها حتى الدول الثانية اللي هم أنتجوا هذا العلم ما سووها ما يسوونها يعني أنا ممكن أقول لك قصة صغيرة فضل بشكل سريع سنة من السنين بالتسعينات بعد الغزو رحنا حنا وفد كبير يمكن من 11 نفر إلى أمريكا وزرنا مختبر الدفاع الأمريكي اللي هو يسمونه بالإنجليزي أفضل يعني الإير فورس دي إن إي لاب مصروف عليه 3 مليار دولار كنا كلنا قاعدين ويانا الكوماندر يشرح لنا سلم علينا كان يقول أنا أشكر الكويت على إنشاء هذا المختبر أنا إحنا ذهلنا كلنا اللي قاعدين إحنا جايين إن بنشأ مختبر إحنا جايين الهدف إن بنشوف شنو تطور العالم عشان ننشأ مختبر بصمة وراثية إحنا هني ذهلنا 3 مليار دولار يعني مليار دينار ومختبر في أمريكا وإحنا بالكويت جايين الراكض نبي حقيقة كان يضحك هو كان يقول أثناء الحرب الخليج في صاروخ طلع من العراق ضرب الخبر وكان في 11 تقريبا امريكي حاشهم وصار في خليط من الاحشاء فجينا نترجى الاهالي بان نقول لهم تعالوا اعطونا لان عندنا قائمه مثل ما قال عادل الاسماء موجوده الاهالي صار في عندنا مشكله وصعوبه فقلنا لازم نتعرف عليهم اكو ناس تعاونت واكو ناس ما تعاونت فبالاخير طلعنا من الكونغرس شهادات وفاتهم رجعنا للكونغرس قلنا له وزارة الدفاع الأمريكية فيها 27 مليون منتسب فيها يمكن 3 إلى 7 مليون بالعالم هل كل مرة ينفقد واحد أي أترجى أهله فقالوا له شنو الحل قالوا الحل أبي عينة دم من كل منتسب لوزارة الدفاع أحتفظ فيها كعينة ولما أحتاجها أخذ أمر قضائي بإني أستخرجها وحللها علشان أتعرف على هذا الشخص ولا ما هذا الشخص فإحنا نشكر وقال الكويت على أن كانت حرب الخليج هي سبب إنشاء هذا المختبر. إحنا مع قاعدة البيانات وأنا من أول من حصل على شهادة دكتوراه في البصمة الوراثية وأول من يه واشتغل بالكويت وما شاء الله المختبر الكويتي ما شاء الله عليه زين للآن فإحنا ننشد الأفضل اللي إحنا نشوفه بهذا القانون بأن ياريتهم يعني رتبوا أحسن صح ولا مصح ولو انك تختلف وياي ادري فيه استاذ عادل من النواب اللي قدموا المقترح سعاده النائب عبد الله معيوف قال طبعا هو رئيس اللجنه الداخليه والدفاع البرلمانيه القانون يهدف الى توفير الوسائل لحمايه الامن والتعرف على مرتكبي الجرائم والجثث المجهوله والغرض الاساسي للقانون امني ولا يستهدف اغراضا اجتماعيه وشخصيه هني نشوف وجهة نظر مختلفة من قبل وزارة الداخلية ووجهة نظر من القانون من المشرع غير تختلف عن وجهة نظر وزارة الداخلية واحنا الحين ما احنا فاهمين يعني احنا الحين يعني احس ان صرنا في دوامة عشان كذا احنا طعنا عليه يا
يعني نشوف ان هذا القانون ما له هدف، ما له اتجاه، ما له مقاضب، ما تدري. احنا يعني تكمله اللي قاله يعني الدكتور بدر، انت اليوم تنشئ قانون للبصمه الوراثيه، ما عليه، خلنا نصدق ان احنا بنسلم حلو. يعني خلاص بعد امنا بالله، انت تعال انشات الحين مركز في الشاميه، وراح تنشئ مراكز على في اماكن مختلفه وفي المطار وغيره. لما تاخذ العينه هذه انت عندك الضمانات انك تحميها من الاخطاء البشريه؟ خذها مني؟ لا. اثنين، ممكن تكون مخترقه يعني قصدك؟ لا قبل الاختراق الحين اخطاء البشريه. اثنين، شلون راح تنقلها من هالمكان للمكان اللي انت بتحط فيه كل العينات اللي هو خلينا نقول مختبر كامل؟ حلو. زين، انا عندي معلومه ان اول 1,000,000 عينه راح تنقل الى بريطانيا. هذه معلومه اكيده، شبه اكيده، ولذلك هذه تكهن من عندي. ها، اعتبره تكهن. عطني مسؤول الداخليه او مسؤول اللي مسؤول عن تطبيق هذا القانون ويقعد قدامنا ويقول ايش بيسوون خطوه خطوه. هذه الحين مسائل متعلقه فينا، خلينا يمكن نقتنع فيهم. هل يقولون راح ناخذ البصمه ونحطها بهالمكان ونحط لها كود ونحط لها ما ادري شنو وننقلها من هالمكان ونوديها ذاك المكان ونحفظها بذاك المكان؟ لانها هذه بصمتي، وبالتالي انا كشخص مو بس مختص، انا معني في هذا الموضوع. يعني انا يعني هم ودي الدكتور يشرح لنا لما يحطونها على الباركود يسمونها او هذه دكتور هذه تحميها؟ شوف يبا، البصمه الوراثيه تبتدي خطواتها من اول اخذ العينه الى ظهور البروفايل او التصنيف الجيني. من اول اخذ العينه هم يقولون بان احنا راح نخفي الاسماء وراح نحط نظام الباركود. هذا اجراء مجرد وقائي، يقول المسؤول بان الاسماء عندي علشان ما يجي واحد باكر يدور اسم بدر الخيفة وينه. على خلاص بس خلينا نبين معناه الباركود، هو رقم يكون مخطوط هذه بالضبط اللي موجود في الجامعات وراء اي شيء معلوم قدامكم او اي سلعه تشوفونها موجود وراها ويحطون عليه ويطلع لهم الرقم. هذه نفس المعلومه اللي قاعد يقولها الدكتور، بان بس من خلال هذا الباركود يعرفون هذه العينه تبع احمد تبع الدكتور. الخطوات اللي انا اقولها، شنو الاحتياطات اللي انت متخذها بحيث نضمن بان من اخذ العينه الى وصولها للتحليل بانها صح؟ هل اللي راح ياخذ العينات مدرب ومنه اللي راح ياخذ العينه هذه وينقلها لمن علشان يحطها على الباركود؟ ولما ينحطها على الباركود تروح وين؟ تعرف الخطوات هذه لحد هذه الخطوات مدام دخل فيها بني ادم معناها معناها معرضه للخطا. انا ودي هم يطمنوني ويقولون والله لا 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 احنا مطمئنين، اعرف بان العينه اوتوميتد من اول ما تعطيها لين تنتهي، والضمان بانها ما حد يكشفها للاتي 1 2 3 4 5 بس، علشان انا اوقف واساعدهم. انا للان حقيقه ماني عارف، والحين هذه المعلومه بعد اللي قالها عادل بان اول 1,000,000 بيودونها بريطانيا، معناها اللي راح يشتغل عليها ويطلع اسرارها هي بريطانيين، مو احنا اللي عرفت انا اي، واللي عرفت ايضا بان كلامهم بان راح يصير بينهم وبين وزاره الصحه اتفاق على موضوع ان اخذ العينات بمساعده الجهاز الطبي في وزاره الصحه. يعني الجهاز التمريضي اللي موجود اليوم في وزاره الصحه راح يكون هو اللي يتدرب فينا، يعني راح يدربونه او هذا. انا كان برايي لو ترس هذا الموضوع صح، اي اقول كم احتاج لهذا المشروع؟ اول شيء كم سنه المشروع هذا ابدي؟ لا الحين يعني في كبدايته الحين مو فاهم اسمه، ولي كم سنه بيظل؟ هل راح تستمر للابد الابدين؟ فاذا انت محتاج جهاز وطني كويتي، شو المشكله باني انا اجيب لي اليوم 2,000 كويتي من اهل الاختصاص من يوم من بدايه اخذ العينه الى التحليل، وادخلهم بنظام تدريبي امني واعرفهم وابخصهم واحطهم وهم اللي يمسكون المشروع من اوله لاخره، والاجانب اشتري منهم الاجهزه اذا عندهم واشتري منهم التكنولوجيا. يخطئون دكتور؟ لا 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 ما فهمت، قصدي اضمن الاستمراريه في التطبيق.
أضمن الاستمرارية في التطوير. يعني اليوم أنت بصمات الأصابع بدأت بحبر، اليوم ماكو حبر، لكن البرينسيبل واحد، قصدي الأساس واحد. فأنا اللي أقصده بأن ياريت أحد يشرح لنا شنو الخطوات اللي راح تجي بحيث أن لا نطمئن ترى ماكو لا في اختراق ولا في خطأ، لأن احتطنا لك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية بس نطمئن. احنا مو مطمئنين، بعدين احنا مو مطمئنين تماما، وهذا اللي بغيت اسالك عليه استاذي. يعني احنا الان انا فنيا مو مطمئن، هو 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 قانون انا فنيا مو مطمئن، دستوريا غلط هذا الموضوع، بس خلينا يعني احنا قاعدين نجاريهم، يعني قاعد نقول يلا خلينا نسمع من كلامهم. يعني هذا هو القادم، الناس قاعده تنتظر القادم ووضعت عليه نفس الستاره السوداء، ما تدري يا تشوف شو اللي وراه ولا تعيش هذا الواقع اللي حسب بعض الناس من خلال تويتر وغيره بانه ممكن يكون واقع مظلم على المجتمع الكويتي وما يترتب عليه في المستقبل القريب. شوف يعني هذا الموضوع لا شق ثاني بعد ما يجب ان نقفله، وهو شق شرعي. يعني اليوم هذه العينات لو سقطت عند اي احد والدوله يعني ما فيها امان بصراحه. انت اليوم وانا اقول لك بصراحه، اي واحد يبي يعرف شنو عندك من أموال والأشياء خاصة والأرقام تليفونات والأسامي أهلك ولا هذا، بثلاث دقائق يقدر يطلع لك كل بياناتك الخاصة. الهاكر موجود، والهاكرز موجودين كل مكان. أمس أنا أقول حق الدكتور قبل أن ندخل الحلقة، أمس كان في اختراق بالCNN، اخترقوا CNN، حطوا أغاني سعودية وطلعوا ياهل يمكن عمره 16 سنة يقدر يخترق هذا. البيت الأبيض قبل ثلاث أربعة أيام اخترقوا وخذوا البيانات الشخصية مالت أوباما ومرته. اليوم أنت معرض للاختراق أكثر من هناك. إذا هناك كل هالإجراءات، أبل نفسها شركة اخترقوها، جوجل اخترقوه، يعني شنو عندنا يعني بالله، يعني شنو لا يكون اللي عندنا الحين هني علماء ناسا كل يعني كل من يعرف أخي. خوفك من استخدام السيستم اليوم السلبية. بالضبط، لو جت لك منظمة إرهابية وسرقت هذه البيانات واستخدمتها بطريقة ثانية، شو تسوي أنت؟ أقول لك شيء، لو استخدمت جهاز استخباراتي عدو لك يضرك يلعن أبو خامس البلد، شو تسوي أنت بهالحالة؟ أنت اليوم محتاج إلى ناس يوعون أن خطورة هذا القانون هي اللي خلتنا نيهني ترى لنص الليل، هي اللي خلتنا ان احنا نراسل منظمات حقوق الانسان، هي اللي خلتنا ان يجي الدكتور ويتكلم بصفه تفصيليه عن هذا البصمه. احنا اليوم غير يعني مو مرتاحين من الجو العام. انت تحمل جريمه، انا اقول لك احميها. انت انشئ اول شيء، طور الانسان الكويتي، احميه. انا اقول لك شلون اليوم انت قاعد تهمل، انت قاعد تنشئ دوله بوليسيه، دولة يعني كل إجراءاتها بوليسية. تبي تأخذ عينته وتخليها عندك، تبي تطلع له اللي هم القوانين اللي تحد من حرية التعبير. إحنا مو مع إنه يسبون هذا، لا، مع اللي يسبون يروحون القضايا. أنا أتكلم حرية التعبير قاعد تضيق عليه، قاعد تطلع قانون التجنيد الإلزامي، قاعد تطلع قوانين يعني فيها رغبة أكثر. في بعض القوانين أحس فيه إنه في مصلحة المجتمع، يعني ضرّت يعني التجديد يعني الإلزامي. إحنا الحين أنا أقول لك إياه، غريبة في الشارع يعني الله يستر علينا، يعني إحنا ثانية يعني موضوع ثاني، يعني هذا موضوع آخر، لكن أنا قاعد هذا بحلقة ثانية. بس خليني أقول لك، شفت كل هالإجراءات أنت تقدر تحميه يا أخي؟ عين الكويتيين شوفهم صف واقفين بالدور ينطرون، جامعيين إيش كثرهم؟ أنا أقول لك لا يقل عن يمكن 20-30 ألف كويتي جامعي جايين يدرسوا بلندن ودرسوا ما أدري وين، جايين يخدمون دولتهم، يقعدون سنتين وثلاث سنوات قاعدين بالشوارع ينطرون، هذول مطيحين بالقهاوي، هذا إيش بتسوي فيهم؟ الكويتي اللي نطر بيته صار لحين 18 سنة ينطر بيت. عطني المشاكل الحقيقية، الازدحام، التعليم. ليه الحين إحنا الدولة يعني مقبلة على التعليم، للحين نشوف وزير التربية يروح يطالع الهواء قاعد يطلع من المكيف ولا ما قاعد يطلع من المكيف؟ يعني احنا تخلف، يعني مع ان دولة غنية ثرية الله مغنيها وعندها كوادر جيدة كويتيين مخلصين، ما تلقى احسن من الشعب الكويتي بصراحة. الشعب الكويتي ما تلقى احسن منه، بالتالي اخدمه علشان توصل الى اللي انت تبيه. طيب الهدف، بس اساس نطلع فاصل، رايحكم شربوا شويه ماي، خلينا نقول هالنقطه هذه ونطلع فاصل. لا قاعد يقولوا لي ضروري. عموما بعد هذا الفاصل باذن الله حوار شيق جدا عن البصمه الوراثيه، انتظرونا لا تفاتوا.
معكم مشاهدينا الكرام، نستكمل معكم حلقتنا لليوم والبصمة الوراثية. قبل الفاصل دكتور، كان عندك وجهة نظر في ما تطرق له الأستاذ عادل. هناك رأي وسمعت أنا بأن البصمة الوراثية لكل المقيمين والمواطنين والمقيمين والزائرين يجعلنا دولة متميزة بزيرو كرايم، اللي هو صفر لا جرائم، وهو تتبع أي أثر بيولوجي للشخص في حال قضايا الاغتصاب وقضايا 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 مثل هذه. أنا بسأل سؤال، كم قضية من هذه القضايا صارت وما صدتوها للآن من غير بصمة وراثية؟ يعني أنت بتبصم البصمة الوراثية حق كل هالبشر علشان واحد سوى جريمة اغتصاب وتبت الحقه؟ الزائر عندك إحصائية كم زائر يا وسوى جريمة وراح خلال 10 سنوات اللي فاتت؟ نقول عشان نقول تستاهل، عشان نوقف وياك. أنا من أنا إنسان الباك جراوند مالي علمي والتخصص مالي علمي وبصمة وراثية، فأنا معتمد طول حياتي على شيء تجربة مشاهدة استنتاج، هذه حياتي. فلما أنت تي تقنعني تقول لي والله أنا سويت نظام إحصائي وجدت بأن عدد الزائرين اللي يدشون بالكويت 1,000,000 ووجدت منهم إن شاء الله 50 متسببين في عدد جرائم معينة، ديك الساعة أقول لك لا والله أخذ عندك إحصائية، عندك إحصائية. عندي مقيمين، أي مقيمين، مقيمين جنسيات متعددة، أي جنسيات، لازم يكون عندك معلومات تقنعني أنا وتخليك أنت قوي في تطبيق أي قرار. ديك الساعة أنا أقف وياك للآخر، لكن مسألة أنك أنت تفترض وعلى هذا الافتراض تحط هالميزانيات وتحط هالجهد وتشتغل وتجهجل هالعالم وهي افتراضيات، لا. أنا ودي يطلع أحد المسؤولين مثل ما قال ويقول لا والله دكتور بدري جزاك الله خير نورتنا، ترى احنا مبني قرارنا هذا على احصائيات وهذه احصائياتنا، راح نوقف ويانا وعادل. صح، تقول شكرا جزيلا تبينت لنا. زين، انا بتكلم الان عن نقطه جدا مهمه وتهم المواطن الكويتي بالتحديد، الا وهو الجواز الالكتروني الان وربطه ايضا بالبصمه الوراثيه. مثال على ذلك، حدثت بعض التصريحات وقالوا ان اذا ما اقدمت على البصمه الوراثيه ممكن ما يتجدد جوازك وما يحصل جوازك، ممكن تصير امور اخرى تلجأ الى امور اخرى قانونيه. رايك استاذ عادل في هذا الجانب؟ يعني هذا ما يحتاج راي، اجيب لك اي شخص يعني درس القانون يقول لك ان الجواز هو وثيقه لصيقه فيك، هي هويتك، وبالتالي اكو نصوص بالدستور يعني تحمي حريه التنقل، مو من حق الدوله انها تاخذ جوازك. انت اليوم الخادم اللي عندك في البيت العفو أو العامل اللي عندك في البيت يعمل عندك، صدرت أحكام محكمة التيميس كلها إنه ما يجوز لك أن تخلي جوازك تحتفظ بجوازه عندك، يعني بالتالي أنت اليوم تمنعني من أني أتنقل من مكان لمكان وتمنع معاملاتي وتربطني مع البطاقة المدنية وتخليني ما أتحرك كل هالتحرك لأني أنا رفضت أو تقاعست أو تأخرت بين أني أنا أطلع جواز إلكتروني. محكمة التيميس واضحة بهذا الشأن، كلها واضحة كل الوضوح، قالت أن الجواز لصيق ولا يجوز لأي أحد أن يأخذه لأنه متعلق في نص دستوري. هذا القانون إذا هم يعني مشوا فيه بهذا الاتجاه أيضا خالفوا مخالفة أخرى غير المخالفات اللي احنا ذكرناها كلها، وبالتالي جانب آخر مهم جدا هم صرحوا فيه. احنا ما ندري عنه، ترى احنا كنا نعتقد أنهم بيحطون لنا كشك ونيب الدور ويأخذون البصمة الوراثية، وهذا كله غلط. كنا نعتقد ان هم راح يحطون لنا مبنى ضخم مجهز مثل ما نشوفها بالافلام، ندخل وعينات وهذا شيء، هذا ما شفناه. كنا نعتقد ان هم ناس يبون يضبطون الجريمه، ما سمعنا انها في جريمه. كنا نعتقد ان كثير من الاعتقادات ما تخدم هذا القانون اللي هم قاعد يتكلمون عنه ولا تنطبق عليه، حتى 1% ما تنطبق عليه. شوف، خليني اقول لك شيء، هذا الموضوع ايضا يجرنا على ان المسائل الخاصة فيني أنا كإنسان ما أسمح لأي أحد أن يعتدي عليها. هم الآن سمحوا بالاعتداء بالجواز، يعني الدخول في خصوصيات الشخص أيضا. أنت اليوم الحين أنت بالحد الغير معقول، أنت اليوم اللي قاعد تدير هذا النقاش، أنت تسمح لي أن المباحث يدخلون بيتك
يطقون الباب يقولون بندخل وانت قاعد تتغدى من غير اذن يقولك احنا عندنا سياده لا سياده والسياده طلعنا قانون ندخل بيتك وندخل نفتش لا انت ارتكب جريمه ولا خاش لك مخدرات ولا ناصب قاعد مع عيالك كبرتك هذا قاعد تتغدون وهذا ناكبين وقاعدين يدخلون عليك المباحث خير قال لا احنا حقنا يعني حقنا نفتش ونشوف انت بايق تقول والله مو بايق انت ناصب لا والله مو ناصب اذا ايش حق خايف هذا ردا على الكويتيين اللي قاعد يكتبون بالتويتر ايش حق تبو لا تبو لا خايف فلسفه التالي يعني ما تصير يعني انزل اسمع وجهه نظرك وجهه نظري صح. انا الى الان الربط بين الجواز انا الى الان ماني عارف ما هو الربط ما بين الجواز والبصمه الوراثيه بس السؤال اول شيء اذا كنت رابط الجواز بانك تجبرني اعطي بصمه وراثيه بالضبط. هل هي لقوه القانون مثلا قانون ما انت اوريدي في ماده 8 في القانون اللي صدرته تقول فيه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 10,000 دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين أنت أوردي حاط لي عقوبة إذا ما جيت فوق هذا تقول لي إذا ما طيب أنا اللي أعرفه لما أروح اليوم أطلع فيزا لبريطانيا أو أطلع فيزا لشنغن يبصموني ليش يبصمونك لأن بصمتك هذه تروح سيدة للسيستم مالهم للديتا مالتهم فلما تروح بريطانيا انت وتروح بطار هيثرو مثلا ويقول لك حط صبعك وحط صبعك يطابق بالسيستم ماله ولما تسويها في فرنسا وتروح المانيا يقول لك بصم السيستم ماله لان ما تشنغن توزعت على كل الدول هذه البصمه موجوده بالجواز الالكتروني فلما اروح انا وودي جوازي الالكتروني حق المانيا ويدخله بالسيستم ويطلع البصمه ما يطلب مني ابصم يمكن يشوفها بالجهاز عنده بالبصمة الوراثية لما تأخذها مني بحجة الجواز هل بتحطها بالجواز وإذا حطيتها بالجواز من اللي راح يستفيد منها من الدول الثانية لأنها ما عندها قاعدتك ولا بتوزع القاعدة الكويتية على كل الكرة الأرضية أنا حقيقة ماني عارف إلى الآن يا ريت أحد يبين لي شنو علاقة الجواز بالبصمة الوراثية إلا إذا كان الهدف والله إحنا بنمشي القانون وهذه وسيلة من أحد وسائل إجبار من أحد وسائل جمع العينات خلنا نفهم انا شخصيا بس ما اعتقد ان الان دكتور الناس تاخذ غلابه يعني ماكو غلابه لا هو قانون هو اجبار الحين إيه يعني اقصد ان الناس الحين اصبحت عندها خلاص في بعض الناس تسمع منه يقول لك والله انا ماني رايح خلاص لا يعطيني لا في ناس اصبحت عندها لا لا انا لا لا اكون لحظه شوي لو سمحت حريه التنقل مكفوله دستوريا هذا ما حد يتحرك فيها انا كويتي وما دام ما علي اي احكام وينطبق علي تعطيني جوازي مو من حقك مو من حقك تمنع هذا اللي انا اقصده يعني هذا الناس هذا في هذا مشروع وقانون وذاك حق وذاك حق دستوري عطني جوازي تبي تخليها اختياري يقول لي والله ودي اعطيك الجواز ممكن تعطيني عينه اقول لك اي او لا بس لا تجبرني هني اوريدي انت جابرني بالقانون انت اوريدي جابرني القانون ليش ما حط زياده الماده بأن اللي ما يعطي ترى ما أعطي جواز ولا أعطي درايفنج لايسن ولا أطلع من الكويت ولا أخل ليش ما حطها كان حطها صح سطرتهم في مواد معينة كان سطرت خلص سلام عليكم ليش يا ليش بعدين دكتور أنت شنو يعني أنت توصل يعني أنت عندك ثلاث ملايين أربع ملايين كم عدد اللي بالكويت يمكن 5 ملايين زين لو اعترضوا من اللي عندك 20,000 ما هم رايحين أنت هل عندك سجون كافية يعني حق أنك تسجن هالعالم هاي كلها وهذا ما عندهم 10,000 ولا عنده 10,000 افترض يعني مثل افرض يعني هاي دراسة افرض ان عندك دراسة 10% ما هم جايين عندك قاعد اقول لك ترى في ناس هل انت راح في العمر ايه يعني ترى صعب انك تقنعها في 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 موضوع يعني هي ترى لهم اهداف ولهم اهداف امنية ونحترمها بس تبي توضيح الناس تبي توضيح صح صح بس صح صح يعني يعني احنا انا واليوم والاستاذ عادل لما نادوته كان قلنا لا والله ما لنا حيايين ولا لنا شغل مواطنين من ضمن المواطنين احنا ما لنا شغل بس على عاتقكم مسؤوليتكم توصلوا رساله ولما ولما يطلبون من عندي اروح اخذ جواز وانا ريال بسافر اروح اعطي بصمه انا ماني خايف انا شخصيا ماني خايف بعطي بصمه وراثيه وبعطي كذا بس انا اتكلم على موضوع ان مشاريع مثل هذه يا اخي فهمني خلني انا ادافع عنك خلني لما اروح بريطانيا واقعد يقول البريطاني ايش حقه وافقت اقول انا لاني انا وافقت على بصمات الاصابع في بريطانيا كانوا يقولوا لي ايش حقه تعطي البريطاني ما يعطون بصمات اصابع فيقولوا لي هذه حريه شخصيه ولا ويقول لي البريطاني اللي انا قاعد وياه يقول لي انا ما اثق في الجهاز الامني مالي بانه ينقل بصمتي هذه الى مكان ثاني هذه بعد البصمه هذه بصمه اصابع مو بصمه وراثيه انا اليوم وثقت وللحين واثق وللان بطبق بس يا اخي فهمني صح يعني انت طالع يعني المجتمع الدولي كله اختلف الان كله قاعد يقولون انتم يعني
يعني قرينا بعض التصريحات اللي موجودة صح في الدول الأوروبية عن هذا الموضوع. أصبحت الكويت محط يعني المزاح والنكت، يعني عندك ولد ما تدري إن هذا روح الكويت وافحص ببلاش. إحنا كلام يعني غريب، ويعني زي المنعطف اللي احنا فيه الآن من هذا الجانب أستاذ، أخذها من وجهة نظرك، من وجهة نظر قانونية بمعنى صح، المنحنى اللي احنا ماشيين فيه الآن. أي منحنى؟ منحنى بهذا الجانب القانون، القانون البصمة الوراثية. يعني أنا هذا القانون يعني يفترض أن المحكمة الدستورية تعنيه عناية خاصة، لأن تبي الصراحة يمس كل الموجودين على الكويت، ما يمس يعني الكويتين فقط ولا المقيمين ولا الزائرين، يمس كل بشر قاعد يتحرك في هذه الكره او المنطقه او الرقعه الكويتيه كلها. وبالتالي انا اعتقد ان هذا القانون فيه مخالفات كثيره للدستور، مخالفات للكرامه الانسانيه، مخالفه للخصوصيه، مخالفه للمواثيق، مخالفه للشرع. يعني حتى الشرع مقدم في المسائل هذه، كل احكام محكمه التمييز الخاصه في الانساب وغيرها اللي هم قاعد يتكلمون عنها كلها تقول قاعده فقهيه اصوليه اللي هي الولد للفراش والعاهر الحجر. وبالتالي أي شخص اليوم يعني عنده الشك بأن هذا الابن مش ابنه يقدر أنه يروح للاتجاه الخاص بأنه يرفع. وصلنا لك سؤال أستاذ، يقولون بس دي دكتور نسأل السؤال الأستاذ عادل، يقولون ليش طبق أو أقر قانون البصمة الوراثية بالوقت الحالي؟ ليش ما كان موجود مثلا في فتره من الزمن؟ يعني كان الموضوع انا اعتقد ان هذا بالمسجد هو الربط بالمسجد. اي لا 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 هو انا اقول يعني بمعنى السؤال ان اذا انت كنت تبحث على الجنسيه من خلال تصريح الشيخ مازن الجراح، اين كنت في السابق مثلا؟ انا اعتقد ان هذا المشروع كان طموح الحكومه، وانا اعتقد ان هذا المشروع سلم للاشخاص وهم اللي يعني تقدموا بالاقتراح فيه في ذاك اليوم. وانا يعني وبعدين ما اعتقد اجزم ان موضوع مسجد الصادق هو كان هو احد العوامل اللي من خلاله، مو احد العوامل، هو العوامل اللي استغلت علشان يمشون هذا القانون. لان مسجد الصادق كان يوم الجمعه والقانون صوت عليه يوم الخميس اللي بعده بعد اربعة ايام مداولتين، وعلى طول تم استعجاله. بالتالي ليش انا قلت لك ان الاعضاء كانوا يعني شافوا الأوراق هذه تتوزع عليهم في الجلسة قبلها بساعتين؟ أنا أعتقد حتى الإدارة القانونية اللي أدارت هذا الموضوع أدارتها في ساعتين. وبالتالي قانون في مثل هذا القانون في أعرق ديمقراطية احنا نعتقد اللي هي أعرق ديمقراطية في الوطن العربي يتنفذ هذا القانون في ساعتين، يعني أبشر بالخرق في الدول اللي دار مدارنا. أنا عندي سبع استفسارات هم عبارة عن نقاط، لو انوضحت هذه السبع راح تنوضح أمورها. نسمع شنو نقاط؟ فضل. هل هذا المشروع مستمر إلى الأبد؟ متى ينتهي؟ كيف ولماذا؟ ما هي الخطوات المتبعة مستقبلاً لزيادة القدرة الاستيعابية؟ حلو. ما هي الخطوات المتبعة لمواكبة التطور العلمي في هذا المجال؟ هل هناك خطوات تم تأكيدها في حال الوفاة والمغادرة لغير الكويتيين أو الكويتيين؟ هل هناك اتفاق مع دول مجلس التعاون أو الدول العربية على نظام يمكن بواسطته تبادل الاستعراف على العينات والنتائج؟ في حال الأعمال الإرهابية والمتسبب بها ليس من الكويتيين أو المقيمين وليس لديهم عينات في قاعدة البيانات، كيف سيتم الاستعراف عليهم؟ آخر نقطة، هل سيتم وضع مراكز أخذ عينات لجميع المسافرين في جميع مراكز المغادرة والقدوم والتي سيتم بها أخذ العينات؟ هل ستعمل هذه المراكز 24 ساعة؟ هذا مشروع، خلي يجاوبونا. يعني سبع أسئلة أعتقد واضحة جدا فنيا، يعني وإجابتها أعتقد واضح يعني مفروض بسيطة، يعني مفروض كلام الدكتور واضح. يعني الجماعة خليوني يشرحوا لنا شنو هم أهدافهم. إحنا معارضين يعني، بس خلنا أنا أقول لك بعد شو يقولون المنظمة الأوروبية للعلوم الجينية، هذول أكبر منظمة تختص في العلوم الجينية. هل أكثرهم في واشنطن؟ أي شوف شو يقولون، يقولون ردا على قانون الكويت مو على قوانينهم، هم مستغربين أصلا من ذهلين. يعني خلنا يقولون ان هذا القانون يشكل انتهاء خطير للخصوصيه.
2 لكل إنسان حق احترام حياته الشخصية والعائلية ومسكنه ومراسلاته. لا يجوز للسلطة العامة أن تتعرض للممارسات بهذا الحق أبدا. كيف يعني كيف ستحمي الكويت دولتها من الإرهاب؟ قاعدة البيانات البصمة الوراثية الواسعة هذه ستشكل هدف مغري للمنظمات المختلفة في حالتها. إذا دخل هذا القانون حيز التنفيذ سيكون له أثر ضار على مكانة الكويت العلمية، وسيمنع العلماء والزائرين والمهتمين بزيارة هذه الأرض أنهم يدخلون الكويت. وأكو أسئلة انسأل فيها رئيس مجلس الوزراء مباشرة، دزولة كتب وقالوا له شنو سبب أن طلعت هذا القانون؟ 2 شلون بتنفذونه؟ 3 هل راح يطبق علينا كأوروبيين وكأمريكان؟ احنا موجودين في قواعد أمريكية، احنا نزور هني، هل راح يطبق؟ احنا نبي إجابات تكون شافية حتى يعني نطمئن أكثر، أن نطعن عليه أكثر. يعني اليوم احنا أتكلم بصفتي الشخصية وأتكلم بصفة القانونيين اللي ينتمون إلى نفس الفكر، يعني أتكلم بلسان الكويتيين اللي ما كانوا يدرون عن هذا الموضوع تماما، أتكلم حرصا مني عليهم تماما، حرصا على الدولة أساسا، حرصا عليهم كمؤسسة تشريعية ومؤسسة هذا صحيح. من أنهم ينجرون خلف هذه القوانين اللي ما فيها إلا انتهاك للدستور وضياع المبادئ الأساسية المتعلقة بالخصوصية والسرية وهتك أعراض الناس. هذه كلها احنا قاعد ندافع عنها، نرجو أن الكل يعني ينضم لهذه الفكرة. ما عندنا احنا فكرة بأن احنا نحتاج إلى أن نحور نوايا المسؤولين سواء كانوا أعضاء مجلس الأمة ولا هذا، ما عندنا النوايا هذه. احنا عندنا ان نقارن هذه القوانين، هل هذه القوانين تعتبر خرق لمواد الدستور؟ بكل صراحة بكل معنى للشفافية فيها خرق صارخ لكل مبادئ الدستور والمعاهدات الدولية والعهد الدولي للكويت وافقت عليه. عسى الله يحفظكم ان شاء الله. يعني ما شاء الله الوقت داهمنا، صار الساعة 12 وهذا نهاية البرنامج. أترك لك الكلمة الأخيرة دكتور إن شاء الله، وكذلك أترك الكلمة الأخيرة للأستاذ عادل. تفضل. بالنسبة للبصمة الوراثية، البصمة الوراثية أداة علمية لها فوائد كثيرة، وأنا من أول من أخذ هذا العلم وهذه الشهادة، وأتمنى بأن تطبق لفائدة هذه البلد. أنا مع أي نظام أمني يخدم هذه البلد أو يخدم أي نظام أمني آخر. أول من سعى في تكوين قاعدة البيانات الأسرة، وأول من سعى في موضوع البدون واستخدام البصمة الوراثية، أول من اقترح حقيقة، والكلام هذا كان ب97، بأن أنشأ مركز أبحاث بصمة وراثية للدول الخليج والدول العربية. كنت أنا من ضمن المقدمين هذا المقترح، لله يرحمه الشيخ يابر الأحمد أمير الكويت. وكذلك أنا أتمنى بأن نعيد ترتيب هذا القانون، نعيد ترتيب هذا النظام بما يخدم هذه البلد. ومثل ما قال الأخ عادل، إحنا ما لنا أي عداء أو ما لنا أي مواقف ضد أو مع، إحنا نتكلم كويتيين صح. كويتيين يهمنا حقيقة أمن هذه البلد، ويهمنا بأن نكون أحسن بلد في العالم صح. مو نكون البلد الوحيد اللي طبق قانون ما حد عارف شنو، اللي هو موضوع البصمة. لا احنا على فكرة ترى بس الكويت الوحيدة في العالم. وأتمنى بأن نبتدي من الآن، إذا هم كانوا بادين يكملون مشوارهم، بأن نبتدي من المحكومين ونبتدي بالجيش والشرطة، مع العلم أن عادل ضد هذا الموضوع، لكن أنا أتكلمها من ناحية فنية، والحرس الوطني والمطافي، وتبتدي كل ما تخرجون من الثانوية رايحين ينتسبون للجهاز العسكري يأخذ منهم عينة احترازية، عينة احترازية في حال لا سمح الله لو صار شيء. هذا الكلمة. ومرة أخيرة، احنا مع أي نظام يخدم هذا البلد وأمنه، وإن شاء الله يا رب يحفظنا ويحفظنا يا رب يا كريم. شكرا جزيلا لك دكتور. تفضل السلام. يعني أنا يعني أأيد الدكتور من أن احنا مع أي نظام أمني غير يعني غير متعرض للدستور، وما يكون لا علاقة بخرق دستوري. احنا ما لنا له الدستور بصراحة بعد الله سبحانه وتعالى سبحانه. احنا اليوم منقادين وقاعدين يعني نشوف الدستور بأنه هو الملاذ الأخير لنا، وبالتالي كلنا متجهين هذه. يؤلمني أن وطني الكويت انقادت بممثلين الأمة والسلطة اللي هي مسؤولة على النشأ
ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء، والوزراء بينهم يصوتون بالإجماع على هذا القانون اللي فيه خرق واضح للخصوصية. يؤسفني تماماً الانجراف وراء تطبيق قانون مخالف للدستور، يحزنني تماماً ويؤلمني وأتألم جداً أني أشوف كل يوم يصدر قانون معرض للإلقاء من خلال المحكمة الدستورية. أتمنى من الأعضاء مجلس الأمة مجتمعين أو مختلفين مع أعضاء الحكومة أن يجتمعون، ما نشكك أنهم جايين لمصلحة البلد، هم جايين لمصلحة البلد، لكن أعتقد ظلوا السبيل لأن نسبة كبيرة من القوانين اللي يطلعونها قاعد تلقيها المحكمة الدستورية، وبالتالي الحرص، لأن إحنا ما ودنا كل يوم يصدرون قانون ويرتب مراكز قانونية ويخلي المبادئ الدستورية وبالتالي تلغي المحكمة الدستورية ويرتب آثاره، حرام. يعني البلد ما عادت تستوعب مثل هذه المسائل. اليوم أنتوا ناس، الناس راحوا وانتخبوكم وسعوا أن يحرصون على أنكم تكونون الأفضل، بس بالحقيقة ما قاعد تثبتون لأن أنكم الأفضل. أنتم مو شرط تكونون الأفضل بالكويت، لكن كونوا الأفضل على أساس أن تحمون مصالح البلد. ما انتخبناكم على أساس أنكم تكونون أمينين علينا. أنا ما أشعر بالأمان في ظل هذا المجلس، يعني مش كاملة، لكن ما أشعر بالأمان بصدور مثل هذه القوانين الغير محترمة لحقوقنا أبدا. شكرا جزيلا لك استاذ عادل عبد الهادي محامينا العزيز على تواجدك، سامحونا على الاطاله وخذينا منكم وايد. الدكتور بدر خالد خليفه، شكرا جزيلا لك على تواجدك، شرفتونا ونورتونا في اولى الحلقات، ونتمنى بانكم وصلتوا رسالتكم بشكل المطلوب وايضا استفاد مشاهدنا الكريم، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، قضيه او موضوع البصمه الوراثيه وهذا القانون اللي مثل ما قلت ورد وكول هو مفترق طرق الان في المجتمع الكويتي وما آلت إليه الأمور بهذه الفترة. الآن الحوار ما شاء الله داير عندي بالاستديو والابتسامة ما تفارق محياكم. خلنا نختم زين دكتور. عشان الله يحفظكم، سامحونا على الكسور، نوعدكم باكر بإذن الله هذه حلقة وطويناها، ونتمنى بأن طلعنا لكم بمعلومات إيجابية تفيد المواطن الكويتي وكذلك الشخص المعني صاحب القرار. غدا بإذن الله أوعدكم بملف يهم شريحة كبيرة، أبنائكم أبنائي وكل من يتابعنا، وزارة التربية، موضوع كبير، موضوع شائك جدا، راح نسلط الضوء بالسلبيات والإيجابيات إن وجدت. غدا اللقاء، تصبحون على خير.